like a Hellcat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم محل 9 ملي الاسلحة، والنهاردة جايين لكم كده بسلاح G19C. تمام، سلاح من شركة ريتاي، اول مرة يكون معانا في القناة. هو سلاح G19C. تعالوا كده اقول لكم على مميزات السلاح ده بسرعة. السلاح ده الشاكوش بتاعه في شريحة صلب، هو شاكوش داخلي زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. بيت النار بتاعه واخد نانو، فمستحيل يحشر معاك اي طلق. الماسورة بتاعته بتبقى زي ما انتم شايفين كده، ماسورة سمكها عالي، ماسورة قوية جدا جدا. تمام، خزنة بتاعته 14 طلقة. تمام، طيب لو انا عاوز انظف السلاح بعمل ايه؟ بحط زيت هنا كده في بيت النار، تمام، بحط زيت في بيت الخزنة، وبحط زيت قدام في الماسورة، وبجيب الفرشة بتاعتي وامشيها في كل الاماكن دي كده. تمام، بعد كده برجع كل حاجة مكانها واسيب السلاح في علبته لحد اما الزيت يتصفى منه. تمام، بستخدم السلاح ده ازاي؟ ادي هنا عندنا ده مفتاح زرار الخزنة، تمام، وده مفتاح الاجزاء. لو لقيت الاجزاء بتشد معاك كده فبتنزل خزنة، وبعد كده تشدها بتنزل على طول وترجع الخزنة مكانها. ده كده معلومات بسيطة جدا عن السلاح وكيفية استخدامه. هو استخدامه مش صعب خالص خالص، هو يا دوبك انت عندك زرار الخزنة، الزرار اللي بيرجع الاجزاء، الزينات بتاعك، ملناش دعوة بالمفتاح ده، تمام، ولا المفتاح ده، لان دول المسؤولين عن فك السلاح، فاحنا ملناش دعوة بيهم، عشان لو فكينا السلاح هيبقى صعب جدا ان احنا نرجعه تاني، وممكن يحصل فيه مشاكل بسبب كده. السلاح شكله مميز جدا جدا. تمام، سلاح ما فيهوش امان، لانه سلاح هجومي مصنف للهجوم، شبه الجلوك بالظبط. تمام، زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. لو احتجتوا تستفسروا عنه او تعرفوا اي حاجة زيادة، تقدروا تكلمونا على الواتساب، او تبعتولنا على البيج، او تتصلوا بينا على رقم التليفون، احنا تحت امركم في اي وقت. وشكرا ليكم.